ايه العربية المستعملة اللي تناسبك؟ اشتري العربية دي، اشتري العربية دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في فيديو جديد عن حبيبتنا اللي بتسترنا وبتوصلنا وبتوصل رحمنا بالاهل والميكانيكية. العربيات باع طويل وكبير، واي حد بيجي يشتري عربية بيكون في حيرة كبيرة. في كل بادجت في عربيات كتير، اشتري ايه؟ احب ايه؟ انهي احسن؟ النهارده هشرح لكم في كل فئه سعريه انهي احسن عربيه. العربيات المتينه اول فئه معانا، في رينج من 10 ل 30 الف. قدامك اختيارات كتير مش قليله، منها موديل قديم او حتى 2000، موديل سنه 2000. لكن احنا هنختار الاعتماديه في الفئه دي بعيدا عن موديل السنه، لان انت بتتكلم في بادجت سعر. قدامنا 128 و127 و131 و132، ولادة وأوكا وريتمو وسيت اللي هي 133 14. أولا ابعد عن العربيات دي، ابعد عن 132، ابعد عن الأوكا، وابعد عن الريتمو. هنقول مشاكلهم دلوقتي. ال 132 دي عربية فيها مشاكل تصنيع، فيها عيب تصنيع، بمعنى العربية مصممة غلط ومشاكلها ما بتخلصش، وخصوصا ال 2000 سي سي. انت بتاخد عيوب ال 2000 سي سي كاستهلاك وقود زيادة وما إلى ذلك ومشاكل أكتر، وما بتاخدش مميزات ال 2000 سي سي في السرعة والقوة والأداء. كل الموديلات القديمة كده، فورد مونديو 132، العربيات ال 2000 سي سي في العربيات القديمة بتكون مهلوكة على الآخر. السيات عربية يعني، في اقول لك ايه، في ميكانيكي مشتري سيات ومش عارف يمشي بيها. السيات دي غريبة، اللي هي 133 دي، وعربية صغيرة واتنين باب ومشكلة كتير جدا، موتورها ورا والشنطة قدام، ما تخلفينا في كل حاجة. الريتم بتسخن، ولادة الأوكا بتسخن، وقطع غيرها قليلة ومش موجودة غير جديدة عند حمد لادة في دمشق، ومستعملة استيراد عند حسن في عزبة شلبي. وطبعا الاتنين غاليين لأن الحاجة قليلة وغالية. الأحسن ال 28 أحسن منها 27، أحسن منها ال 131، عربية 1600 سي سي، عربية اعتمادية جراية ثابتة، عربية مبيعاتها كويسة، يعني سرعة بيعها كويسة ومشاكلها أقل من الرينج العربية ديت، وتقدر تجيبها ب 25 30 ألف مرتاح جدا جدا جدا. أهم حاجة تكشف على الدواخل والبرومة، تكشف كويس وتعمل لايك للفيديو. نروح للفئة التانية، من أول 30 ل 45، ده عربيات أحسن بكتير، مشاكل أقل بكتير، اعتمادية أكتر، نسبة السيدات والشباب كمان احسن بكتير جدا. معانا كيا برايت مانوال، معانا فيات اونو موديل 90 لغايه 2000، معانا شاهين. الاونو والبرايت حجمهم شبابي، هات شباب، قطع غيرها رخيصه ومعمره ومشاكلها قليله جدا. الاونو طبعا احلى والبرايت اكتر اعتماديه، عربيه قيمه وشياكه ومش صغيره تعرف، وعن تجربه شخصيه زيرو مشاكل الا جوان غطى التكيهات في الاونو بيضرب، ودي لا تعتبر مشكله اصلا، تكلفته 150 جنيه كل 5 6 شهور يعني. طبعا اهم حاجه الدواخل والبرومه، وتكشف كويس وتعمل لايك. نطلع بالرينج شويه من 45 ل 60، الشباب بيحبوا الجولف 2 سيات ابيزا، اهم حاجه الدواخل والبرومه وتكشف كويس لان الشباب بيهلكوها. اللانوس بس بتجيب ركب وبتفتح شاسيه وده عيب شرعي، فخليها اخر اختياراتك او حاله شاذه. هيونداي اكسل او تويوتا ايون او نبيرا 1 او اونو فاير اللي هي الموديل الجديد، او كيا ريو الفينات 2005، اهم حاجه الدواخل والبرومه تكشف كويس وتعمل لايك. نروح للرابعه، عقبال الزوجه الرابعه. لا يا بابا، بعمل ريفيو لمصطفى شعبان مسلسل الزوجه الرابعه. دول من اول 60 لغايه 85، دول بيجيبوا نوبيرا 2، فيرنا مانوال اوتوماتيك، صني اللي هي قبل ان 16 موديل 95 97، او لانسر كريستال، او فيات بونتو، او جولف 3. النوبيرا اوتوماتيك واير بلاش، هات نوبيرا اوتوماتيك كهربا، الفتيس الواير في مشاكل. الفيرنا
الافضل طبعا اوتوماتيك. الاوتوماتيك والتكييف يا شباب مش رفاهيه، بقى اساسي في العربيه. ومشاكل الاوتوماتيك بصفه عامه ما بقتش زي الاول، والناس اللي بتفهم في الاوتوماتيك بقت كتير عن الاول. زمان كانت الناس بتجيب المانوال عشان كله بيفهم فيه وكله بيحله الكلام ده كله. دلوقتي المشاكل في الاوتوماتيك بقت معروفه، والعربيات اللي فيها مشاكل في الاوتوماتيك ومش ناجحه ادينا بنقول عليها هاتوا اوتوماتيك ما تجيبوش مانوال. الفيرنا لو بتجري بلاش فيرنا، مش هتقف، هي هتجري بس مش هتقف. البونتو اصغر لكن كويسة وشبابي واعتمادية، واحسنهم طبعا الصني اللي هي الشكل القديم لغاية 2005 تقريبا، والفيرنا الاوتوماتيك. اهم حاجة الدواخل والبرومة وتكشف كويس، تعمل لايك. نروح للناس اللي معاها فلوس فلوس فلوس. من 85 ل 120 هتجيب افيو موديل جديد اوبترا كيا سيراتو 2005 تقريبا، او صني ان 16 لغايه 2010، او كورولا 2005 2006، لانسر بوما، او الانترا الجمل. احسنهم سيراتو، اكثرهم اعتماديه افيو بس صغيره طبعا في الحجم، اللي بيجمع ما بين الاثنين والاكثر مبيعا وارخص قطع غيار. صني ان 16، كورولا، او البوما، او الجمال، عربيات لا غبار عليها، المصريين بيحبوها. اهم حاجه الدواخل والبرومه وتكشف كويس، واعمل لايك اللي هو كده، هو هنا تعمل كده. نروح للفئه السادسه من 120 ل 145، نيسان صني ان 17 كيا سيراتو موديل قريب 2010 2012 مثلا، النيو اوبترا، التويوتا كرولا الجنوب افريقيا اللي هي تقريبا موديل 2012 اكسنت ار بي، الانترا ام دي او اتش دي. اقلهم طبعا الاوبترا، عربيه صيني مش 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 ياباني اصلا، وهو عارفين القصه. الباقيين بقى متقاربين جدا وكل واحده فيها ميزه عن الثانيه. اهم حاجه الدواخل والبرومه وتكشف كويس، تعمل لايك. كده شرحنا العربيات من اول 10,000 لغايه 145. يا رب اكون وفقت في الشرح. ما تنساش تعمل خير زي ما عبد الحق بيقول، وتشير الفيديو، تعمل لايك. اعمل لايك.